أرجو هذا السؤال. نعم نعم دكتور. دكتور هناك نعم هناك حديث عن انسحابات جديدة داخل كتلة النصر التي يترأسها حيدر العبادي، ما مدى صحة هذه المعلومات؟ بسم الله الرحمن الرحيم. يعني بداية لابد أن نشير بأن الحديث عن الائتلافات وتحديد موعد المفوضية ودائرة الأحزاب إلى دعوة الأطراف الكتل السياسية إلى إعلان تحالفاتهم، هذا يدخل في إطار الحسابات والبرامج الانتخابية التي حدثت ما بين الأطراف، سواء كان في ائتلاف النصر الذي انسحب بعض الأطراف وغالبيتهم من الحشد الشعبي الذي كانوا منتمين مع السيد العباس. التبريرات التي تعطى في اطار هذه الانسحابات هو بسبب قانون الانتخابات. قانون الانتخابات والحساب طريقه احتساب الاصوات على اساس سانت ليجو المعدل بنسبه 1.7 انا اتوقع هو الذي دفع تلك الكيانات الى ان تنسحب من ائتلاف النصر للسيد العبادي، لانها فيها حسابات انتخابيه اكثر مما نتحدث عن ائتلافات قويه تستطيع ان تتماسك فيما بينها، بمعنى ان معظم التحالفات التي حدثت في العراق وسجلت في المفوضية هي تحالفات ليست تحالفات قوية مبنية على أسس متينة، وإنما تحالفات مبنية على أساس يعني الحصول على أكثر المقاعد النيابية. عندما وجدت الأطراف الكتل السياسية بين قانون الانتخابات سوف لا يلبي طموحها، أخذت بعض الكتل وبعض الأحزاب أن تنسحب فيما بينها. ائتلاف النصر كان يمثل 64 كتلة سياسية، بالتأكيد عندما وجدت بأن ليس من مصلحتها أن تبقى في هذا التحالف، يعني وجدنا بأن هنالك بعض الكتل السياسية باتت تنسحب من ائتلاف نصر وحتى من بعض الائتلافات التي دخلت فيها غير ائتلاف نصر، شاهدنا أيضا انسحابات. هذا يدخل في حسابات انتخابية أكثر مما يدخل في إطار الحسابات السياسية. نعم دكتور خالد، هل كثرة الكيانات المنضوية في تحالف النصر يؤثر سلبا على تماسك أو حظوظ العبادي في الانتخابات؟ أنا باعتقادي ما زال اليوم الحديث عن تماسك التحالفات وكان تحالف النصر أو غيرها هو يدخل في إطار المقبولية الوطنية. هل استطاعت تلك التحالفات أن تحقق مقبولية وطنية في برامج؟ دكتور خالد عذرا المشاهدين المذهبيه، نعم. ولحد هذه اللحظه ليست لدينا رؤيه واضحه ثابته في اطار هذا المعلم، بمعنى ان جميع الاطراف ترفع شعار التغيير والاصلاح وترفع شعار المواطنه والمدنيه، ولكنها في التطبيقات العمليه ليس لها واقع عملي. لذلك انا اتوقع مساله الانسحابات او مساله الاختلافات في وجهات النظر سوف تغير كثيرا من بوصله الانتخابات سوف تتمكن الائتلافات مبنية على التحقيقات الانتخابية. نعم دكتور خالد، في شأن العلاقات المتوترة بين أربيل وبغداد، المسؤول الأمريكي جون سيلفا دعا الحكومة العراقية إلى رفع الحظر عن مطارات الإقليم ودفع رواتب موظفيه، هل ستستجيب الحكومة العراقية لهذه الدعوات؟ يعني أول شيء مسألة الولايات المتحدة الأمريكية، مسألة الضغط الأمريكي هو ضغط موجود في داخل المشهد السياسي العراقي، ولكن الحكومة الاتحادية في أكثر من مقاربة وفي أكثر من زيارات مباشرة وغير مباشرة تم الحديث عن أن تكون للجان الفنية المشكلة بين الأقليم وبين المركز مبنية على الثوابت الدستورية والقانونية. صحيح اليوم نائب وزير الخارجية الأمريكية تحدث وفق هذه الرؤية، ولكن اليوم الحكومة برئاسة السيد العبادي تتحدث عن الثوابت الوطنية. قد يكون هذا جانب من الأمور التي تعطي أريحية في طبيعة العلاقات بين الإقليم والمركز، ولكن أنا أتوقع اليوم نائب وزير الخارجية الأمريكي عندما جاء إلى بغداد وتحدثنا عن الاتفاقية الإطار الاستراتيجي والعلاقات الاقتصادية والتجارية ومسألة الإعمار والاستقرار، فهو يدخل أيضا في إطار الحسابات أن يكون هنالك دعم مباشر للحكومة، وحسابات أن تعيد الولايات المتحدة الأمريكية ترتيب علاقاتها مرة ثانية مع الإقليم لتعطي رسالات بأنها هي ما زالت أيضا تمتلك بعض الخيوط التي يمكن أن تتحرك في فضائها. ليس فقط هذا التصريح، وإنما حتى السفير الأمريكي دوغلاس سليمان عندما كان يذهب ويصرح بالتصريح هو يدخل في إطار أن يكون هنالك ضاغط أمريكي حاكم بطبيعة العلاقة بين الإقليم والمركز.